كل سنة وحضراتكم بألف صحة وخير. في الوقت اللي بيحتفل فيه المسلمين حول العالم بالمولد النبوي الشريف، بيستعد الفنان مجدي إمام علشان يبتدي تصوير فيلم جديد بعنوان في طريق الهجرة، وده طبعا بيتناول قصة الهجرة النبوية الشريفة. الفيلم هو ديكو دراما وبيشارك فيه نخبة من النجوم سواء خلف أو أمام الكاميرا أو كمان بالتعليق الصوتي. الحقيقة يا منى، احنا في حاجة لأعمال دينية مشابهة لتعريف وتوعية الأجيال الجديدة بتاريخنا الإسلامي. خلينا نتعرف أكتر عن الفيلم وصناعه من الفنان الكبير مجدي إمام. صباح الخير ورحب بحضرتك يا أستاذ مجدي. صباح الخير، وصباح الخير على مصر كلها، وصباح الخير على كل المسلمين وغير المسلمين. صباح الخير. صباح الخير. صباح الهنا والسعادة من تلفزيون مصر. صباح الخير. كمان صباح برحب بأحمد مجدي إمام المعيد في كلية الإعلام. صباح الخير وبنرحب بيك معانا. أهلا بحضرتك. صباح النور. صباح النور. ده الجيل اللي بيستلم بقى الراية إن شاء الله، زي ما شفنا الرئيس امبارح بيسلم الراية للجيل الجديد في التعليم، وكان شيء جميل جدا جدا الحقيقة. وأنا متابع الهوا لقيت أنه احتفالية مصر بأكتوبر اللي مر عليها 50 سنة، أنا قاعد أراجع الموضوع. طيب، محاضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الفيلم اللي احنا بنحاول نخلص فيه إن شاء الله قريب على طريق الهجرة، هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مر بظروف نفس الظروف اللي واجهت الحرب، بس كانت مع كفار قريش. هو خد نفس السكة، أولا المداهمة والخدعة يعني تحايل على الطريق، بدل ما كان ياخد طريق القوافل المعروف اللي ممكن يجيبوه الكفار بسرعة، لا، جاب عبد الله بن أريقط. ده الدليل بتاعه، زي ما تقولي هو جهاز المخابرات العامة بتاعه اللي بيشوف له ويستطلع له أو الاستطلاع، فخد الطريقة اللي هو جنب الساحل عشان يواجه المسألة دي. الإمداد والتموين، كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاه كانت تجي له وتجيب له الأكل والشرب وحاجته. غلام أبو بكر كان يخفي أثار الطريق والقافلة بتاعته. طبعاً يعني هو كان عقلية كبيرة مفكرة عظيمة صلى الله عليه وسلم. أكيد في دروس مستفادة كتير من النصر كتب من الهجرة النبوية ومن سيرة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. لكن أستاذ مجدي، خلينا نتكلم عن الفيلم. إزاي اتبلورت فكرة الفيلم الجديد، وليه فكرت في الفيلم ده خاصة أنه مش أول واحد في سلسلة من الأفلام؟ أيوة بالضبط. هو أنا عملت 3 أفلام، هو الحقيقة طبعا اللي بيعشق الكاميرا دي ما يقدرش يبعد عنها بصراحة، رغم أني مهندس وبعدت عن الدراما شويه، لكن حبي وشغفي للكاميرا والادوات اللي اقدر اعبر بيها، فاتجهت الى الافلام الديكومنتري الوثائقيه. عملت مجموعه من الافلام، منها السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن مقتنيات النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد سيد المرسلين اللي هو هنشوف منه جزء ان شاء الله باذن الله قريب، عن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، بنشوفه في احتفالية في الأوبرا في مكتبة اسكندرية. الفيلم الثالث المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. جينا على طريق الهجرة، الحقيقة بقيت شغوف جدا بحتة الدراما، لأن الموضوع لما تناولناه كفكرة، يعني خط النقاط اللي اتحرك فيها سيدنا النبي خلال 15 يوم لما خرج من بيته وجاب سيدنا أبو بكر وتحركوا للهجرة، الأماكن كلها اللي مر عليها مشيا على الأقدام أو بالناقة كلها توقفنا عندها وصورناها في المملكة العربية السعودية ما بين مكة والمدينة، بالاستشهاد من بعض العلماء هناك اللي أقروا ده بالسيرة النبوية، وكذلك وافقت عليها كمان الأزهر الشريف هنا خط درامي للتسلسل الواقعي للسيرة النبوية خلال الهجرة. طيب، ده تناول أنا خدته من الجانب العلمي الجيولوجي، الأماكن بالضبط وتوقعها، وطبعا دلوقتي ساعدتنا الجيولوجيا والتكنولوجي في الجي بي اس والحاجات دي والطيارات، كل ده استعنا بيه خلال الرحلة دي. لقيت الموضوع هيبقى جاف جدا علميا، يعني لدرجه ان في بعض جيولوجيين زي الدكتور زهير نواب هناك وعندنا في مصر
الدكتور زكريا الهيميمي والدكتور عبد اللطيف الكردي، دول من علماء الجيولوجيا في مصر هنا، اقروا ان سبحان الله حضرتك لما تشوفي مثلا خط الهجره بتاع الرسول كده عليه الصلاه والسلام ويفصل البحر الاحمر نفس سلسله الجبال جيولوجيا. يعني مثلا عندك حادثه سراقه اللي هو بيجري ورا الرسول عليه الصلاه والسلام عشان يتابعه ويلحق بيه وياخد الميت ناقه يكسبهم، لو القصه طب معروفه طب. فالمعجزه الرسول انها غرز الحصان ونزل. نفس الارضيه دي او النوعيه دي من الناحيه الجيولوجيه يعني هي عندنا هنا قريبه جدا في منطقه ابشوي في جنب بحيره قارون، نفس العروق بتاعه. طبعا جانب جيولوجي بحت علم، انا قلت يعني هتبقى المساله جامده قوي، فخدنا الخط الدرامي بقى. ازاي؟ حاجه بقى اللي هي طلعت لنا اللي هي الديكو دراما، الدراما الوثائقيه، بنعمل مشاهد تمثيليه متعلقه بالفويس اوفر، بالتعليق الصوتي، ولكن باصوات مين بقى؟ سميرة عبد العزيز الفنانه الكبيره، الاستاذ خالد الذهبي، الاستاذ اشرف عبد الغفور، حنان مطاوع، مفيد عاشور، مجموعه من الاصوات الجميله بتعبر عن السكريبت كاملا. وبعد كده سلمت المهمه بقى للاخراج، لان انا الفكره بتاعتي وعشان ابقى شايف كله، فجاء معتز الكاتب ار دايركتور بقى مخرج العمل، منفذ المخرج المنفذ احمد مجدي ومعيد في الاعلام، كانت تجربه جديده بالنسبه له. معانا ديكور الكعبه مثلا مش هنقدر نصورها كده، فمدينه الانتاج موجود كعبه هنشوف في الفيلم، انا عامل ميكنج كده للموضوع. هنشوف شايفين لقطات موجوده معانا على الهواء والله. ايوه، فاحنا شايفين اللقطات ما شاء الله. ده مشهد معمول عن ابي جهل لما ابتدى يحارب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي دي لقطات من الفيلم. ايوه طيب، انا هستغل بقى وجود الدكتور احمد باعتبار ما سيكون. احمد يعني ازاي قدرت؟ والله طلعت حلوه الدكتور ان شاء الله، هو في الماجستير السنه دي لسه مش هياخد الدكتور غير لما قدام طلعت من ما انا قلت باعتبار ما سيكون بامر ان شاء الله. استلام بقى عمل بالضخامه دي بكميه حقائق تاريخيه ثابته، خاصه كمان بالعقيده، يعني ما فيهاش مجال ان احنا يبقى عندنا نتلخبط او نغلط، ونقدر طلعه بشكل شيق يجذب الجماهير ويعمل الهدف منه ان هو يعرف الناس بسيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ازاي تقدر تشتغل على ده في نفس الوقت ولسه يعني ده اول يمكن عمل لك؟ لا، هو انا طبعا الحمد لله، يعني انا ده مش اول عمل درامي، انا كنت عملت كذا عمل درامي قصير، افلام قصيرة، وكان اخرهم كنت عملت فيلم امتى الزمان، ده كان مع الاستاذة الفنانة الكبيرة انعام سروسة والاستاذ الكبير سمير العصفوري، وكان موسيقى يعني اهداها لي الموسيقار عمر خيرت، فكان بالنسبه لي دي كانت التجربه الثالثه ليا في الاعمال الدراميه ان شاء الله. فيعني الحمد لله انا يعني طبعا يعني بشكر والدي طبعا انه في يعني دخلني في المجال دوت من البدايه، وكان دايما الحفاظ عليه انك تحافظ على الموضوع ده صعب شويه، انك تختار مواضيعك يعني. بس طبعا يعني دراستي كانت في الاكاديميه الدوليه للهندسه وعلوم الاعلام، وبعدين تمهيدي بتاعي في معهد العالي للسينما. فطبعا الاساتذه كلهم اللي كانوا بيدرسوا لنا كان دايما فكره انك بتدي الموضوع نفسه، انك دي تول، دي اداه زي الاعلام بتاعنا بالظبط. الكاميرا ممكن تجيب الزاويه اللي تخلي الموضوع شكله وحش جدا، وزاويه تانية تخلي الموضوع شكله بمنتهى الجمال والروعه. اختيارك للموضوع واختيارك لزاويتك انك هتختار منها ايه، هي دي الستارت بتاعنا، اول بدايه تبتدي منها صح. فطبعا الوالد لما ابتدينا يعني نحضر للفيلم كانت الموضوع صعب في الاول جدا، لانه كان البدايه بتاعته ان احنا بدانا بالتصوير الاماكن الفعليه
اللي هو الدوكيومنتري الاماكن الواقعيه والجيولوجيا. ده الجزء اللي بيبقى عليه الفي او او يعني التعليق الصوتي من الفنانين اللي استاذ مجدي قال عليه. ده كان اللي هو الاساس على يعني احنا كان الاساس في الاول انه هيبقى الموضوع يعني دوكيومنتري فقط، لكن المعلومات القويه جدا والجيولوجيه والتاريخيه وتوثيقها كان صعب جدا، فصعب على المتلقي ان يبقى بيستوعب ده بس دلوقتي يعني يستوعب الكلام نفسه بس صعب قوي. طب هو جزء الدراما ايه معلش؟ ده بيبقى مشاهد تمثيليه جوه الفيلم الوثائقي وهل بنفس الفنانين اللي كانوا في التعليق الصوتي ولا هي بقى هي دي النقطه. الدوكي دراما الجزء الدرامي هنا هو مشاهد تمثيليه تعبر عن الحدث نفسه، بتدور عن الحدث نفسه، لكن لو اتعملت زي ما حضرتك بتقولي كده الممثلين نفسهم اللي مثلوها والقوا الكلام يبقى كده احنا لغينا الفي او واصبح كده فيلم درامي بحت، لكن ما بقاش دوكيو دراما. فكره الدوكيو دراما دلوقتي انك بتدعم الشيء الجاف قوي، المعلومات الجافه جدا، بدراما بتحكي الموقف والاصوات القويه المصريه طبعا، الفنانين الكبار جدا جدا طبعا. اللي انا بتشرف ان اسمي هيبقى ضمن لسته من عظماء الفن يعني. فالحته دي ان هو بيعبر ازاي انه خلاص دلوقتي احنا ما بنقدرش يعني معظم الناس بتتجه للسوشيال ميديا، بتتجه للسيلف ليرنينج عن طريق الفيديوز، فانت اللي هيثبت المعلومه تثبت عندك من الفيديو مش بس الكلام اللي هتسمعه ولا الكلام المكتوب. يعني الرقمنه اللي احنا داخلين عليها في الفترات اللي فاتت طبعا. هي دي اساس الموضوع كله. ف الجزء الدرامي ده لما بيتنفذ بالشكل دوت احنا كنا يعني كل فريق العمل بلا استثناء كان الشغف يعني دكتور ايمن ابو المكارم كان بيطلع صوره يعني احنا يعني بيحاكي الواقع. ما فيش حد بيتخيل ان احنا الانوار والاضاءات وساعات كنا بنصور بالليل ولا يمكن يتخيل المشاهد ان دوت كانت مشاهد بتصور في الليل وهي نهار. التقنيات الموجوده دلوقتي خلت الدراما والفيلم يبقى مبهر لدرجه مش طبيعيه. فالتكنيكالز تعمل شوقنا عمال يقول لنا الفيلم مبهر بدرجه غير طبيعيه. يعني التقنيات يعني يختلف تماما عن الثلاث افلام التانيين، لكن دخول الدراما كان شيء بجد انا نفسي كنت ببقى نازل مستمتع وانا بشتغل الفيلم. في حاجه كمان على فكره، انه موضوع ان مصر معلش بتتراجع وفي الفن، لا احنا هنفضل طول عمرنا بنصدر الفن. احنا عمالين نعمل حاجات مختلفه لا بنصدر وما زلنا هنصدر. مثلا شوفي حضرتك في مدينه الانتاج مثلا كعبه ارتفاعها 12 توسكيل 13 متر، بيوت الصحابه ده موجود في مدينة الإنتاج، تم إعادة تكوينها مرة أخرى، الخيام، شوف الحصنة، الفرسان اللي بيركبوا، المصور، المساعدين، الكاميرامان المغربي أيمن أبو المكارم، عمر خيرت، محمد أبو سعد، عيلة أبو السعد دي مثلا، من مكساج لمزيكا الكل، محمد أبو سعد وأحمد أبو السعد وحسين أبو السعد، عيلة كاملة، أسرة جوه الفيلم، معتز الكاتب مونتير، يعني المونتيرين بتوع الدراما كلهم شغوفين جدا، الاستاذ عمر خيرت برضو. الموسيقى التصويريه مفاجاه اصلا في الفيلم، لو حضرتك تكلمنا عن الموسيقى التصويريه كمان اللي هتكون حاجه بوم يعني جدا او مختلفه جدا. اجيبها لك بس مش هينفع، لازم كنت اجيبها على ان حسين الجسمي عامل التتر بتاع الفيلم بصوته ولحنه، وصلني بيه صديق، اسماء كبيره ومميزه مشكه في العالم، وكلهم الحقيقه يعني متعاونين بشكل غير عادي. يعني ما عندكيش فكره قد ايه من سامح صادق منفذ، خالد الديب ديكور، الدكتوره ساميه عبد العزيز، الاستاذ محمد ازياء وملابس، شوفي الملابس شكلها ايه، اكسسوار، الرفايع، الرجوع الى التلوين، البيس كولرز بتاع الالوان، كله فريق مصري صرف، ما عندناش بنصدر، ما زلنا بنصدر الفن وهنصدر الفن.
طبعا. واشياء اخرى كثيره جدا يجب تصديرها من مصر. ما فيش حاجه اسمها تراجع، لا. الحقيقه انا بتمنى ان ان شاء الله بعد ما ننتهي، لسه احنا في مراحل الاعداد، يعني نسعد ان شاء الله بانه الاعمال دي زي ما بيقول احمد ان هي موضوع السوشيال ميديا والشباب الصغيرين اللي موضوع الكاميرات وكل حاجه على الموبايل، الموبايل. طب احنا ممكن نخترق الموضوع ده، يعني انت لما تشوفي الهجره وتشوفيه كده فيلرز كده صغيره نديهم جرعات. حضرتك متابع قوي اللي حاصل، يعني حتى مش عايز تحط الفيلم على بعضه فقط، لحضرتك مهتم انك تحطه بمدد قليله بحيث انه يبقى موجود، محدش بقى بيقدر يقعد على حاجه يتفرج عليها فتره طويله. بالظبط، لذلك حتى الفيلم اللي قبل كده المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون، ده 28 مزار للمدينه المنوره عاملهم فيلرز، 28 فيلر، الفيلر دقيقتين 3 4 دقائق. طب استاذ احمد، بخصوص الفيلم، احنا طبعا شايفين الهجمه اللي بتحصل على الاسلام بشكل او باخر كل وقت، كمان شايفين السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي ازاي بتتعامل مع القضايا المختلفه. الفيلم ده هو او سواء الافلام اللي قبله كان في خطه من انه ما يبقاش رساله للمسلمين والعرب بس، انه يترجم، انه يتعرض على منصات خارجيه؟ هو والله طبعا احنا يعني برضو الحمد لله، طبعا الوالد كان في التلات افلام اللي فاتوا كان اهتمامه كبير جدا في الدبنج او اللي هو الدوبلاج للتلات افلام بلغات مختلفه، انجلش وفرنش وتركيش وملايو واردو. يعني مش مجرد ترجمه مكتوبه او نص مكتوب، الدوبلاج. وكمان كنا يعني كان الوالد دايما بيتجه لنقطه انه البلد نفسها اللي هنخاطبها نشوف الاصوات او الفويس اوفر المشهوره والمسموعه بالنسبه لهم ايه، لانه يعني ممكن تبقى بتبعت حد من مصر مثلا، طبعا احنا عندنا ناس كتير للدابنج او الدوبلاج يعملوا الانجليش بيرفكت وفرنش كل الكلام ده، بس دايما الصوت الاقرب، الاقرب يعني دايما لو هتيجي تسمع حاجه عربي او هتسمع حاجه هتبقى حابب تسمع صوت مصري بحت اكتر، يبقى قريب منك هتستصيغه اكتر، فكنا دايما بنتجه لدوت. طبعا الفيلم ده يعني ان شاء الله باذن الله يعني فيلم الهجره دايما يعني ده بالذات احنا انا عن نفسي بصراحه يعني ممكن اكون منحاز ليه اكتر لاني شاركت فيه وفعلا كنت يعني باصارع اني مش يعني مستحيل ابعد عن الـ 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 الفيلم ده بالذات لاني كنت شايفه من بدايته وتدرجاته الستوري بورد، من الستوري بورد تخلي اي حد يجري بشغف انه ينفذه فكره الدوبلاج واللي هي السب تايتل. مش بس ده المهم دلوقتي، ان فعلا ان احنا نعمل دوبلاج، فيعني ان شاء الله في الخطه لما ان شاء الله يتم باذن الله الانتهاء من الفيلم اكيد هيبقى ليه دوبلاج، لانه من حق المسلمين والعرب انه يحضروا ويشوفوا تاريخنا ده، تاريخ الاسلام، وليس بس تاريخ الاسلام، هو تاريخ العالم العربي نفسه يعني، وغير المسلمين. احنا يعني طبعا احنا هو توثيق، احنا فاتحين ذراعتنا بتاريخنا بديننا بمعتقداتنا بقيمنا للعالم كله، فلذلك عملت انجلش وفرنش وتركيش وملايو واردو. حضرتك بس اندونيسيا حوالي 350 بني ادم قد العرب يعني، ملايو ده الاردو الهندي والباكستان. تخيلي حضرتك جاي لي اوردر على الافلام اللي فاتت دي اسبانيش وايطاليان، ما شاء الله الاسباني والايطالي. انا عايز بس اقول عشان قلت كلمه خواجاتي شويه، مصطلح سينمائي اللي هو الستوري بورد، هو رسم كل كادر هيطلع في المشهد بيترسم وبيعد. انا بشكر جدا ان يعني كل اللي شاركوا معايا الحقيقه، من صديقي سيد جلال، من دكتور عمر خيرت، معتز الكاتب، معتز كمال الكاتب، عندي اتنين معتز، معتز مونتاج ومعتز اخراج، سامح صادق، ايمن ابو المكارم المغربي، خالد الديب، العلماء اللي ساعدوني هنا اللي ذكرت اسمائهم في الاول، هناك ما قصروش معايا برضو رغم انه المساله شائكه جدا لان بنصور بالدرون في اماكن حساسه جدا جدا في المملكه العربيه السعوديه. في مخطط
في مخطط لاستكمال يعني او سلسله الافلام دي؟ ده مش هيكون الفيلم الاخير؟ انت جبتي الصناره من اخرها. انا اذا ربنا احياني مده اطول يعني هيكون في ان شاء الله في حب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. بعمل حاجه اسمها اللي بعد ده ان شاء الله البدريه اللي هي غزوه بدر ان شاء الله ان شاء الله. احنا في النهايه بنشكركم شكرا جزيلا شكرك. الفنان مجدي امام كمان بشكر احمد مجدي امام المعيد في احدى كليات الاعلام شكرا على وجودكم معانا وصباح الخير. شكرا.